ليس هناك أي إلزام على أي لاجئ في العودة إلى بلده في الأساس، يعني حتى لو لم يكن هناك حرب ليس هناك إلزام في الأمر. طيب، على الجانب الآخر يا أستاذة رولا، على المستوى الإجرائي، احصي لنا ماذا تفعل مفوضية شؤون اللاجئين مع اللاجئ السوري منذ اللحظة الأولى؟ يعني هذه قصة طويلة، ولكن المفوضية عملها يمتد من تسجيل اللاجئ، وهي خطوة مهمة جدا حتى نتمكن من إعطائه حقوقه، وليس نحن يعني، ولكن نحن ندافع عن حقوقه مع الدول التي تستضيفه. تسجيل هذا اللاجئ يكون خطوة أولى لتأمين حمايته ولتأمين حقوقه، يعني رصد احتياجاته وتلبية هذه الاحتياجات من مأوى، من غذاء، من دواء، من الذهاب أبنائه إلى المدرسة، وأيضا البحث عن حلول. وكما قلت، الحلول هي إما العودة إلى بلده أو إعادة التوطين أو البقاء في الدول التي وصل إليها. ولكن يجب أن لا ننسى أن معظم اللاجئين السوريين بقيوا في الدول المجاورة، وهي دول استضافتهم رغم الصعوبات التي تعاني منها الاقتصادية، وهذا كرم شديد، واستضافوهم على مدى سنوات. ويجب أن لا ننسى دور الدول التي تستضيف اللاجئين وحاجتها أيضا للدعم. يجب أن نتذكر أن هناك بعض اللاجئين الذين قرروا العودة في السنوات الماضية، مثلا في عام 2022 حسب ما يمكن تأكيده، والرقم قد يكون أكبر بكثير، أكثر من 50,000 لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم من الأردن، لبنان، تركيا وأماكن أخرى. هذا الرقم يعني حد أدنى، وهو ما نستطيع أن نؤكده. هؤلاء عادوا بقرارات توعية وقرروا العودة حسب المعطيات التي وجدوها مناسبة. ولكن يجب التأكيد، القانون الدولي يضمن للاجئ حق التماس الأمان، يضمن له الحق بالعودة إلى بلده متى شاء، ويضمن أن لا يتم إرغامه على العودة. العودة يجب أن تكون طوعية، يجب أن تكون كريمة، ويجب أن تكون آمنة. طيب، لم أفهم فقط أستاذة رولا، ما المقصود من تسجيل اللاجئ؟ ما هي المزايا التي سينالها إذا ما أصبح معه هوية أنه لاجئ سوري أو غير سوري؟ يعني هذه تسجيل اللاجئ خطوة أولى تتم حين يعبر الحدود. في بعض الدول التي وقعت على المواثيق الدولية التي تضمن حقوق اللاجئين يتم التسجيل من قبل هذه الدول. في الدول التي لا تكون هذه الحكومات قد وقعت على هذه الاتفاقيات يتم الاستعانة بالمفوضية لتسجيل هؤلاء اللاجئين. تسجيل اللاجئ تعني إقراراً بلجوئه ووجوده في هذه الدول، تمكنه من أخذ البطاقة وهذا التعريف الذي يمكنه من استلام المساعدات، الذي يمكنه من العمل على حل شامل لوضعه، ربما إعادة توطين، ربما المعونة الصحية، المعونة الاقتصادية، المعونات النفسية إن تعرض إلى أي أضرار أو أي تحديات. يمكن أن يأتي إلى المفوضية والمفوضية تتابع وضعه، هذا يضمن أيضا وجوده القانوني في البلد التي يصل إليها. فهي الخطوة الأولى لتحصيل حقوق كثيرة للاجئ. هناك كما أشرت يعني تحديات كبيرة، يجب أن لا ننسى اللاجئون في الأردن، اللاجئون في لبنان، اللاجئون في تركيا، هذه دول تعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة، البطالة عالية، هذه الحكومات هناك والأنظمة الوطنية تعاني حتى في تقديم الخدمات لمواطنيها. فوجود طيب هذا العدد الكبير يعني أن اللاجئ أيضا له تحديات في صحيح إدارة شؤون أسرته وتدبير أموره صحيح وتوفير الأمن والأمان لهم.